من خلال المبادرة الرئاسية يا فندم، هل تم يعني اكتشاف عدد من الحالات اللي هي بتعاني من بعض المشاكل في السمع، وايه الإجراءات بعد كده اللي بتتم ليهم مع أي حالة بيتم اكتشافها؟ حضرتك بالنسبة احنا فيها زي ما قلت حضرتك في الأول، احنا الطفل اللي هيعمل في الوحدة الصحية بتاعته بعد كده لو في مشكلة موجودة عنده بيعيد السمع في نفس الوحدة بعد أسبوع، لو استمرت لسه المشكلة بنحولها على المستشفى اللي هي المستشفيات الإحالة اللي قلت حضرتك عليها. المستشفيات الإحالة دي ده فيها كل الأجهزة اللي موجودة. احنا من الفحص بتاعنا لل 816 ألف طفل، في عندنا 6000 حوالي 6000 او 5700 طفل اللي تحولوا لمستشفيات الاحاله وجاري دلوقتي الفحص بتاعهم فيهم. الفحص ده بيبقى فحص متقدم شويه بحيث ان احنا نعرف هل ده حاجات بسيطه ممكن تاخد علاج سمعي علاج دوائي، هل دي تحتاج مثلا معينه سمعيه في السن الصغير. لكن احنا من ال 816 دولت 1000 في 7000 طفل دلوقتي بدا يتم الفحص عليهم، وفي ناس منهم اتفحصوا فعلا في مستشفيات الاحاله دي. هل دي نسبه كبيره يا دكتور؟ يعني رقم 6000 مقارنه بعدد الاطفال اللي تم اجراء المسح عليهم، هل نقدر نقول ان ده رقم كبير في اكتشاف مثلا مشاكل سمعيه في الاطفال حديث الولاده؟ حضرتك ما نقدرش نحط دلوقتي اي ارقام واي نسب خصوصا في السنه الاولانيه، لكن احنا نقدر نحط ارقام اللي هي مدى التزام الاطفال اولياء الامور بان هم يبعتوا اولادهم. دي حاجه مهمه جدا ان احنا مثلا لو احنا عندنا في مصر حوالي 2,600,000 طفل بيتولدوا، لو احنا قلنا ان احنا السنه الاولانيه شفنا فيهم مليون ده يعتبر حاجه كويسه جدا، لكن نتمنى ان السنين الجايه يكون الالتزام اكتر، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طب لانه طبعا ما فيش شيء بيجبر الام انها تاخد ابنها وتروح تعمل الكشف ده الا اذا كانت هي خايفه عليه، يعني بعد الولاده لازم هي اللي تروح بنفسها لمركز الصحه. بالظبط يا فندم، لازم تروح لان هي اصلا هتبقى موجود في شهاده الميلاد في خانه للكشف السمعي، ودي اهم خطوه اتعملت من الوزاره، يعني يبقى في الخانه دي هتخليها زي ما بتعمل التطعيمات هتبقى لازم تعمل الكشف الالزامي.